السلام عليكم. بطلة مسلسل جريت وجريت تعرضت لعملية سرقة كبيرة وهذا ما وقع لها. نهار السبت مابقيتش حطيت شي ستوري، اخر ستوري كنت حطيته نهار السبت. انا نعاود لكم ليستوار ديالي وشنو وقع ليا بالضبط. انا دابا كيف ما كتعرفوا كنسكن في محمديه بالضبط في المنصوريه، وكان خصني بهاد الكازا، كان عندي ان ايفينمون يعني غادا في لوطوغوت، غادي ندخل مع طلعتي ولا زيان باش ندخل الكازا، معرفتش واش كلكم كتعرفوها. مع الدخله كاين، مع الدخله ديال 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 زيان كاين واحد المقبره. المهم حنا يلاه صدنا واحد شويه، كانت ما كاين صحان في الطريق، وقفت كون داير لي زيربوت في ودني، كنهضر في التليفون، التليفون ديالي كان حدا البواطا فيتيس. شويه ما فهمتش باش تبليت تدخل عليا واحد كامل الطوموبيل، هز التليفون ومشى هرب. انا تبانيكيت، تجاني لو شوك ديك الساعه، ما فهمت حتى شي حاجه وما نكذبش عليكم، انا خفت. صافي هبطت من الطوموبيل، مشيت كندور ها تنقلب، ويبان ليا مشى نقز ودخل ديك المقبره. جاو شي دراري مساكن وداكشي، قالوا لي شوفي حنا غادي نمشيو نتبعوه، نمشيو نقلبوا عليه. منين طلعوا فوق الحيط تيقولوا لي راه كاين الشجر بزاف وكاين الشوك تما، قالوا لي راه صعيب لقاه، واخا هكاك خداو له ريسك وهبطوا وقلبوا عليه، ولكن كنظن انه خرج من شي صور واحد اخر ولا تخبى تحت شي شجره ولا شي حاجه. اللي بغيت نقول لكم ردوا البال راسكم بزاف. انا الغلط اللي درت وانا كنت حاله الشرجم حيت كانت الشمس، حيت انا لاكليم عندي من حساسيه ما كنبغيش نديرها في الطوموبيل. دالي هي التليفون ماشي مشكل، تفوت غير الصحه وتجي فاش ما بغات. الحمد لله انا اللي موقع ليا حتى شي حاجه. ردوا بالكم عافاكم، راه الشفره كثرات وهادشي ولا بزاف، وهادشي راه كيأثر على النفسيه ديال الواحد. وهذا مكان، وانا رجعت عندكم عاوتاني، راني توحشتكم بزاف وكنقول لكم نهاركم مبروك. وانا دابا راه كنصور شي حاجه من بعد غادي تعرفوها، وكنبسكم واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، عرفتوا شنو هي اكثر حاجه اللي برصطاتني في هادشي كامل؟ وانني من بغيت نرجع لي زيميل ديالي نسيت لي مود دو باس، المهم بقيت مقاتله معاهم ترجعتهم. غادي نمشي للانستغرام، تيقولوا لي هاد لو كونط هذا ما كاينش، ما لقاوش لي لو كونط، ما قدرتش ندخل ليه، ما عرفاش لو مود دو باس ديالو. عرفتوا ضخت بيا الدنيا، ما كنت عارفه شنو غادي ندير. صافي عيطت واحد السيد هضرت معاه، المهم كيفاه في هادشي. هو اللي رجعوا لي الحمد لله، داكشي علاش غبرت الغبره كامله. ودابا انا راني خدامه غير بالتليفون ديال خويا، عطاني التليفون باش نخدم به. اون اتوندون شري التليفون، وهادي لي ستوار دو ا ا زي.